ما علامات قبول التوبة؟ وماذا يفعل التائب عندما يأتي إليه الشيطان ويقول له إن الله لن يقبل توبتك؟ يترك الشيطان ويستعيذ من الشيطان ويتوب إلى الله ويحسن الظن بالله، والله جل وعلا يتوب على من تاب، يتوب توبة الصحيحة، يترك الذنب ويندم على ما حصل ويعزم أنه ما يعود إليه. هذه شروط التوبة، إذا توفرت فهي توبة صحيحة. نعم.